بنتي 4 سنوات، اجتماعية جدا، ولكن أحيانا تحب تجلس لوحدها تلعب. طيب يعني طبيعي، أنتوا ليش شايفينها مشكلة؟ هذه شيء عادي. يعني البنت اللي عمرها 4 سنين واجتماعية جدا، تقولي اجتماعية يعني، لكن أحيانا تحب تجلس لوحدها. طيب هذا جيد، يعني هذا جيد جدا، بعد جيد جدا. فلذلك أنا قلت لكم في المقدمة اليوم أن الإنسان بين الاجتماعية والانطوائية، هذا طبيعي جدا. هو انتبهوا لي، يعني في الانطوائية المحمودة اللي هو بقرار الإنسان وباختياره يبي يعتزل فترة معينة بعدها يرجع للناس، وفي انطوائية اللي هي المرضية. المرضية يعني هو دائما معتزل، ما في تواصل بصري، ما يبي يشوف، يبي يطالع، إذا أحد كلمه مثلا ممكن يعطيه ظهره ولا يتكلم معاه وينزل راسه وما يرفع عينه، ما يشوف. لا، هني دخلنا احنا في حالة ثانية، هني دخلنا في الخجل، والخجل حالة مرضية. احنا في فرق بين الخجل والحياء، انتبهوا. الحياء صفة محمودة، الخجل حالة مرضية. هذا يحتاج علاج ويحتاج برنامج، في تدريبه، في تعليمه، كيف يرفع بصره، كيف يصير في تواصل بصري، كيف يتعامل مع الأشخاص. وهذا يمكن يقودنا للصفات. يعني شنو صفات الإنسان الانطوائي، اللي هو الانطوائية، خلينا نقول الانطوائية اللي لازم احنا نعالجها. أولا يتجنب بناء الصداقات. يعني ندخله مكان مثلا في مجموعة أصدقاء من عمره، تلقونه قاعد كذي بروحه وساكت، يا بابا سلم عليهم ما يبي يسلم، يا بابا تكلم معاهم ما يبي يتكلم، طيب العب معاهم ما يبي يلعب، ويقعد كذي 2 أو 3 ساعات عادي. لا، هني هذا لازم احنا نتحرك ولازم نغير من هالسلوكيات. الصفة الثانية انه دائما يحب يعتزل، يعني يشوف مجموعة هناك تلقونه ينسحب منها شوي 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 شوي، يروح يقعد على جنب. هاي الصفة الثانية ودائما يسويها. الصفة الثالثة اللي هي ما في تواصل بصري، وهي قلت لكم إياها من شوي، يعني ما يطالع عين بعين. هذه الصفة الثالثة، هذه شلون نكتشف الشخص الانطوائي. الصفة الرابعة أنه الناس أو الآخرين يتكلمون معه ما يرد عليهم، ما يتكلم. يعني اليوم أنا عندي في المكتب، عندي طفل عمره 5 سنين، يعني كان أبوه يقول لي أنه يعني ما يتواصل. فقعدت أنا أعطيته ورقة وقلم وطلعت له ألوان وقلت له يلا خل نرسم، خل نلعب، خل كذا، مو راضي يستجيب. المهم في علبة كاكاو عندي أنا في المكتب، رحت أخذت كاكاو واحدة، أخذت 2، قلت له أي لون تحب، الأحمر ولا الأزرق؟ جاي يرفع عينه ويشوفني، جاي يقول لي الحمراء. قلت له هاك، هاي كاكاو حمراء. زين، الآن سؤال، ليش في الرسم ما تفاعل معي وليش في الكاكاو تفاعل معي؟ لأنه هني احنا قاعد نتكلم عن شيء من اهتمامه، احنا دخلنا في الاهتمام. طيب اذا انا كيف احول هذا الطفل من انطوائي الى اجتماعي؟ اني اركز على اهتماماته وابدي انمي هذه الاهتمامات عنده. راح يتغير، راح يصير في تواصل بصري، راح يتكلم، راح يتفاعل. وبالتالي انا هذه واحدة من البرامج اللي نشتغل عليها للتغيير او لتغيير الصفة اللي عنده. الصفة الرابعة أو الخامسة اللي نكتشف أنه هذا عنده انطوائية ولا لا، ما نجد عنده ثقة بالنفس، يعني في ضعف بالثقة. ويمكن أنتوا يعني اللي فيكم يبي يتوسع في هذا الجانب، أنا سجلت معاكم لقاء مباشر بعنوان كيف نقوي الثقة بالنفس لأطفالنا. ممكن ترجعون لقناتنا على اليوتيوب دكتور جاسم تي في، موجودة حلقة كاملة، لقاء كامل، ممكن تستفيدون منه. من صفات الانطوائية أن نشوف أي إنسان غريب ما يتكلم معه ويحتاج وقت طويل على ما يتكلم معه، هذا معناته الجانب الاجتماعي عنده ضعيف والجانب الانطوائي عنده قوي. إذن هذه كلها مواصفات. يبقى عاد الحين أنا بس قاعد أجاوب على الأخت اللي قالت أن عمرها 4 سنوات، اجتماعي جدا، لكن أحيانا تجلس لوحدها. أنا بالنسبة لي هذا طبيعي ولا أعتبر هذه مشكلة أبدا. السؤال اللي بعده، كيف أعرف أعلم ابني الجرأة في المعاملة والحديث؟ يمكن احنا تكلمنا معكم قبل شوي في بعض الأفكار
احنا عندنا بعض الالعاب نسويها في معين، في خطه معين التربويه، انه مثلا الطفل عمره 5 سنين وامه وابوه بيعلمونه الجراه في الحديث، فش تسوي؟ تخليه قدام المراه مثلا منظره وتقول له يلا كلم نفسك وسولف مع نفسك، فشذي هو قاعد يسولف، قاعد يطالع نفسه ويسولف يسولف، شذي احنا قاعدين ندربه انه ينظر للاخرين، وقاعدين ندربه انه يتكلم مع الاخرين لانه قاعد يتكلم وقاعد يشوف نفسه. بعدين نروح خطوه ثانيه، نفتح له الفيديو في التلفون ولا باللابتوب ونقول له يلا تكلم ونبدي نسولف معه، فهو قاعد يصور نفسه بالفيديو، بعدين يفتح الفيديو ويطالع نفسه. شذي احنا ايش قاعد نسوي؟ احنا قاعدين نكسر الرهبه اللي عنده في الحديث والجرأة على الحوار والكلام. عموما هذه كلها تكنيكات وألعاب ممكن نمارسها مع الأطفال علشان نشجعهم. السؤال السابع، أنا اجتماعية وزوجي انطوائي وأخاف أبنائي يكونوا انطوائيين. لا تخافين، يعني إذا عيالك متواصلين معك أكثر راح يتأثرون فيك أكثر. يعني السؤال اللي بعد 8، ابني عمره 12 سنة مع البعض اجتماعي ومع بعض انطوائي، يمكن هو يحتاج إلى وقت. 1-2، يمكن هو متخذ قرار أنه هالمجموعة من الأصدقاء ما يبي يجتمع معاهم ولا بينفتح معاهم، أو ربما هم مأذينه، أو يمكن هم يضحكون عليه أو غيره مثلا، فمتخذ موقف أن هدول أنا ما أعطيهم ويهي، بينما هالمجموعة أنا أسولف معاها وأخذ وأعطي. يعني لازم نعرف حقيقة الأسباب في هذا الموضوع. السؤال التاسع، ما أعرف ما الفرق بين الانطوائية والاجتماعية. أنا من شوي طبعا ذكرت لكم مجموعة مواصفات للشخص الانطوائي، بينما الاجتماعي هو العكس تماما، يدخل يسلم يرحب ياخذ ويعطي يضحك يبتسم. ولذلك احنا لو دققنا في تعاليم الإسلام، سبحان الله، الدين الإسلامي يشجع على الشخصية الاجتماعية، يعني صلة الرحم هو تشجيع للجانب الاجتماعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. طيب شلون أنا أكون سبب في هداية إنسان وأنا ما كلمته ولا سلمت عليه ولا سولفت ولا أعطيته هدية ولا ولا ولا؟ ما يصير. أنا عشان أكون سبب في هداية إنسان لازم يكون بيني وبينه تواصل. إذن إسلامي وديني يحث على الجانب الاجتماعي. مثلا من دعا إلى هدى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر من تبعه، ومن دعا إلى ضلالة نفس الشيء. فإذا هذا كله جانب اجتماعي. صلاة الجماعة في المسجد مثلا هذه تشجع على الجانب الاجتماعي. نشوف الآيات القرآنية، يعني ما من نبي إلا ودعا قومه. إذا ما في نبي من الأنبياء إلا وكان عنده صفة اجتماعية، كان يجتمع. ولذلك الأنبياء كانوا يجتمعون مع قومهم، يتحاورون مع قومهم، وبنفس الوقت كان عندهم وقت يعتزلون ويقوون علاقتهم برب العالمين. فكأن الطاقة والقوة والإيمان يقوون ويأخذون الزاد من رب العالمين ثم ينطلقون في المجتمع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس، يخالط الناس، شوفوا جانب اجتماعي، يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس، شوفوا لا يخالط الناس، لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. هذا أمر. أمر ثاني، إذا الإسلام كله يحث على الجانب الاجتماعي، والإسلام كذلك يحث على العزلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر من رمضان، وكان يعتكف في رمضان وكانت عنده خلوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بعد كل صلاة يجلس يذكر الله عز وجل في خلوة. طيب هذه عزلة. إذن إحنا مأمورين بالجانب الاجتماعي ومأمورين بالعزلة، فأنتوا لا تشوفون العزلة يعني غلط، لا مو غلط. ولذلك إحنا ندعو إلى التوسط والاعتدال في الجانب الاجتماعي وفي قضية العزلة. يبقى على هني الأسباب، ليش هذا الطفل معتزل عنده انطوائية؟ ليش؟ يمكن يكون أحد والدين انطوائيين وهو متأثر في أبوه أو أمه، أو يمكن يكون أمه وأبوه انطوائيين وبالتالي هو أخذ هذه الصفة من أمه وأبوه، هذا سبب. قد يكون في سوء تربية، ترى سوء التربية تولد عندي أنا شخصية انطوائية، يعني القسوة، كثرة الضرب، النقد الكثير، يعني نقد 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 نقد، تخلي الطفل تضعف شخصيته، ضعف الثقة بالنفس، وبالتالي يبدأ يعتزل ويصير عنده انطوائية. إذن الضرب، العنف، النقد، الاستهزاء، سوء التربية، كلها تقود إلى العزلة وما تخلي إنسان اجتماعي. هذه واحدة من الأسباب. سبب الأسباب أنه الطفل ما يشعر بالأمان، يعني دائما مهدد، دائما في خوف، هذه تخليه معتزل.
ما يختلط مع الناس، لأن بالنسبة للناس أو الأشخاص كلهم بيعتدون عليه، كلهم بيتآمرون عليه، كلها فيكون عندها الشخصية فيعتزل ويبتعد. أو أحيانا الوالدين يرفضون الأصدقاء، وأي صديق يصادق الطفل يطلعون في عيوب، وينشأ الطفل لعمر 10 سنين أو 15 سنة. أنا عندي حالة من هالنوع، طفل يعني عمره شاب عمره 15 رافض أي صداقة. لما بديت أنا أبحث عن تاريخه الماضي أثر أمه وأبوه كانوا دائما يخوفونه من الأصدقاء، هذول يعلمونك السب والشتم، هذول عندهم يمكن بعضهم يدخنون، الحشيشة منتشرة في بين الشباب، المخدرات مش عارف إيش، هذول يمكن عندهم أشياء غلط ما ترضي الله ورسوله، يعني تخويف بتخويف بتخويف. فصار الولد عمره 15 سنة ما يكون أي صداقة. فإذا مرة ثانية هذه كلها من الأسباب اللي تقود الطفل نحو الانعزال.